لا انت متاكد هي خوش دكتوره؟ اللي تموت عليه تمثق بيها لبيه طبيبه اسنان. حتى لو اقتنع هي طبيبه اسنان بس انا ما اقتنع اكو طبيبه اسنان تحبك. بعد المرحله الرابعه. يعني انت جايبني هنا حتى هي تتعلم براسي. تفضل استريح. ها استريح. ايه تمام. العفو دكتوره اقدر ابقى ما بدعت اموت؟ ايوه اوكي. علاء انت تحبها وبيناتكم علاقه على عيني وراسي، بس انت شلون عرفت هي خوش طبيبه اسنان؟ يعني انت مسوي سنونك يمها؟ فال الله ولا فالك. شنو؟ اقصد يعني خوش طبيبه بس انا شغلتين ما اقدر اغير بيهن، لا تجاير ولا طبيب الاسنان. بسم الله عليه بسم الله عليه بسم الله. زين انت اذا ما مسوي سنونك يمها، شلون عرفت خوش طبيبه اسنان؟ البنيه تسمع غربي وما تقعد باي مكان وبيتهم ركن، يعني تعرف شنو ركن؟ لك بابا هاي الشغلات شعليها بالاسنان. غير يعني دكتورة راقية فكرة؟ راقية وتحبك؟ انت بس تدعينا. ادعي لك شنو؟ يعني يستمر حبنا. جاهزين؟ جاهزين عمري، جاهزين قلبي حبيبتي انت. اساعدك بشي؟ شنو؟ يعني خاف يعانك شي شكلك حلقة والله. لا داري اذا بنجي. عادي اذا ما عندك بنجي يتحمل هو. شو انت تحكي وياك رسميات يعني ولا عبالك تعرفك؟ فكرة احنا ما ندخل علاقتنا الشخصية بالعمل. على كيفك حباب على كيفك. اخر لك هاي شقت حلقي. مو اقول لك شقل حلق. لك بابا مو هي اقصد على البنج. على كيفك على كيفك. طار 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 سني طار. يا اسفه شلعت هذا النظيف بالغلط، المفروض اشلعه بصفه. بعد النزاكه فدوه الك عيني. لك هذا شنو فدوه الها؟ نشوف النزاكه. بدي اشوف سني وين راح. ايش بيك فكره ترى صدق ما سقته. لك هاي وقفه لاخوك، هسه لو فايتيني بعركه واقع سنك تجي تعاتبني؟ طبعا هذا السن الثاني اللي بصفه كلش ضوجني. اي شيء ضوجك شلعي قلبي. لا لا ما يصير. تراني اصدقائي تلافه ما نهتم. لك لحظه تلافه بالفلوس مو بالسنون. ايش بيك فكره تتفشني؟ ايش رايك بصير مرت اخوك هاي؟ شو تقول لي؟ تقول لي صديقك شان جبان؟ علاء مو انت تدري سنوني قوه مداريهن. متعزين عليه فكره؟ لكن جواريب تيشرتات، لك بابا سنون تعرف شنو سنون؟ عود اعطيها السنون اللي ما تحتاجين وخلي سنون تحتاجين. اي مو عندي سنون ما احتاجين دام بالترك. لك بابا انت غبي؟ يعني فعلا فعلا انا ما دا اقدر اشتغل، اخي رجاء ابتعد. انا اسف اسف. شنو اسف؟ ترى قلت لك اخي. بالغلط. يا اسفه شلعت السن الثاني بالغلط، هذا هم نظيف. فدوا قلت اصلا هن مضوجاتي تلبين تمين ولحم وخضروات، اصلا بعد ما يحتاج المطعم هاي العوده. لا ابشرك انا حتى لحم بعد ما اقدر اكل لان ما ظلت عندي سنون. اقول لك اخي ترى انت كلش دوختني ولا تخليني اعرف اشتغل. اشتغل عيني براحتك. لحظه علاء شو هاي متنقه؟ انت مرتبط بيها لو لا؟ ملمح لها. ملمح لها وانطيت سنين. اذا تتزوجون شنطه كله. ايش بيك فكره تصبر؟ يا عزي الطار الثالث هم نظيف. في الدول الله قد عبقريه وشاطره، بجلسه واحده شلعت ثلاث سنين ولو راح الغير طبيب خمس جلسات للسن الواحد. علاء انت تكذب عليه، مبين البنيه ما تعرفك. ما تعرفني؟ اسمع اقول لك خلاف. عفوا؟ وانت منين عرفت اسمي؟ ايش بيك انا دزيت لك البارحه على الانستغرام، قلت لك راح اجيب صديق واجي العياده، اعطيتيني حظر. شلون؟ يعني حاضرتك وجايبني؟ اسكت لا تخرب الشغل، انا بيناتنا نظرات بالستوري، وجبتك اليوم حتى اسوي الموضوع رسمي. هالقد ما دوختني خليتني اشلع السن الرابع وهم نظيف. فدوه لك حياتي. اي مو هي سنون اللي خلفوك. لا اخي ما يصير تقول بعدها مخلصين سنك. ما يصير؟ لا اللي تسوي بيا ما يصير. ايش بيك فكرة لا تفشني؟ ما بقانا شيء. بس قولي لي انت تحبي. المن احب؟ هذا. انت؟ انا احبك؟ انت براسك شيء يعني؟ ترى انا اصلا مخطوبة. أنا أذكرك. ولاية بطيخ على 1001 وبس اشترك هسه.